أمير ليختنشتاين المولود في عيد الحب تزوج من أميرة أكبر منه بخمس سنوات ويحكم شعبا تعداده 40,000، بحيث أنه يستطيع دعوة كل سكان الإمارة للاحتفال بالعيد القومي في حديقة قصره. عن هانس آدام الثاني نتحدث، وعنه اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة. لكن قبل أن نواصل، ندعوك عزيزي المتابع إلى الاشتراك في قناتنا، وندعوك أيضا إلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ولد الأمير يوهانس في 14 من فبراير سنة 1945، أي أن عمره الآن 77 عاما. هو نجل فرانس جوزيف الثاني أمير ليختنشتاين، ولقد أصبح أميرا لهذه الإمارة الأوروبية سنة 1989. أمضى سنوات شبابه في قلعة فادوس في عاصمة ليختنشتاين، ويعتبر حاليا أغنى أميرا في العالم. تعتبر ليختنشتاين من أقل البلدان شهرة في أوروبا، حيث أنها تقع في جبال الألب بين النمسا وسويسرا. تبلغ مساحتها 62 ميل مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40,000 نسمة. هي سادس أصغر دولة في العالم، ولقد احتفلت سنة 2019 بمرور 300 سنة لتأسيسها. يعتبر هانس آدام أغنى أمير في العالم، حيث بلغت ثروته الشخصية أكثر من 4 مليارات دولار. تزوج سنة 1967 من ابنة عمه الأميرة ماري، والتي كانت أكبر منه بخمس سنوات. أنجبت هذه الأخيرة للأمير 4 أبناء، ومن بينهم ولي عهده الأمير ألويس. ومن طرائف هذه الإمارة أن الأمير هانس آدام الثاني يقوم في كل سنة بدعوة كل سكان ليختنشتاين للاحتفال باليوم القومي للإمارة، ويكون ذلك الاحتفال في حديقة قصره، أي أن حديقة الأمير تتسع لكل الشعب. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو. نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.